أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ألوان. رحلتنا اليوم ستكون منوعة، سنذهب في البداية إلى اليابان، ثم نذهب إلى بحر الشمال وننتقل إلى إيرلندا لنتعرف على رقصة النهر. ننتقل بعدها برحلة منوعة وشيقة كالمعتاد مع ألوان حول العالم. دعونا نبدأ معا رحلتنا المنوعة لهذا اليوم. أصدقائي، رحلتنا اليوم ستبدأ من اليابان، فهناك سنذهب لنتعرف على صناعة الأواني الفخارية، كما سنتعرف على صانع الفخار وعلى مشروعه الذي سيكون بعد مدة قصيرة أكبر مشروع في العالم. إنها زيارة رائعة وممتعة، دعونا نقوم بها معا. 100 kilometers northeast of Tokyo is the quiet town of Kasama. على بعد 100 كيلومترا من شمال شرقي طوكيو تقع بلدة كاساما. فخاريات كاساما ليست مشهورة فقط على أنها فن راقي، بل هي مشهورة لدقة صنعها. الفخاريات تصنع هنا منذ أكثر من 240 عاما. مينورو فوكودو ينتمي إلى الجيل الخامس من صانعي الفخار في عائلته. يحب أن يفعل الأشياء المفاجئة مثل هذه الأشياء. Like these. These vases are the tallest. هذه الأواني هي الأطول في العالم. أكبر واحدة يبلغ ارتفاعها 7 أمتار. لكن لماذا يفعل هذا؟ السيد فوكودا يود من فخاريات كاساما أن تصل بعيدا وعاليا جدا. السيد فوكودا يحتاج إلى 5 متري من الطين لصنع هذا الإناء. كل واحدة من هذه الأواني العملاقة يحتاج صنعها إلى سنة كاملة، كما توضع بعد ذلك 9 أيام في الفرن. Normally, a potter forms his work and then puts it in the kiln. عادة صانع الفخار يصنع الأواني ثم يحملها ويضعها في التنور، ولكن مع مشروع بهذا الحجم صانع الفخار يفعل العكس تماما، فهو بهذه الحالة يصنع الإناء ثم يبني ويضع التنور من حوله. مينورو يعتقد أن على الإنسان أن يعيش حياته بطريقته، ويجب أن يستفيد من موهبته إلى أبعد حدود. هذا الإناء موجود الآن في بيرو، فقد قدمه مينورو كهدية لرئيس البيرو ألبرتو فوجيموري. إنها أكبر هدية يقدمها مينورو. One should live life to the fullest and stretch one's own skills as far as they will reach. مستر فوكودا يعطي أيضا دروسا في صنع الفخار، ولكن يعطي فقط النقاط الرئيسية ويترك للتلاميذ حرية التفكير ويتركهم مع خيالهم ليحققوا ما يريدون تحقيقه. It's just one of the large donations he has made. Mr. Fukuda is also contributing to the development of interest in his craft. He's at pains to teach only the basics of pottery. And to leave the rest up to children's imagination. يعتقد فوكودا أنه ليس من واجب المدرس أن يقول للتلاميذ افعلوا هذا وذاك، ولكن يجب على المدرس أن يدل التلاميذ على الطريق الصحيح. سلك هذا الطريق أو سلك طريق آخر يرجع إلى قرار التلميذ نفسه، وهو يؤمن بأن حماس الأولاد سيدفعهم لتعلم الطرق الصحيحة في صنع الفخاريات. His son, Katsuyuki Fukuda, chose ابنه كاتسيوكي فوكودا اختار هذه المهنة وأصبح عنصرا فعالا في خدمة والده منذ 20 عاما.
ولم يقدم له فكود الأب سوى يوم ونصف من التعليم. يقول كاتسيوكي: لا أعلم هل يجب أن أقول عن أبي أنه صاحب إرادة قوية أم أنه عنيد. وفكود الأب اليوم يعمل على ما سيصبح بعد مدة قصيرة أطول إناء في العالم، وسيصنع إناء طوله 8 أمتار، ونحن في برنامجنا نتمنى له التوفيق في هذا العمل العملاق. أعزائي، من اليابان ننتقل الآن للتحدث عن البيئة، ففي حلقات عديدة من برنامجنا تطرقنا لهذا الموضوع، واليوم أيضا نتحدث عن هذا الموضوع وعن الصراع القائم بين شركات البترول وبين جمعية السلام الأخضر. ولكن في النهاية من سينتصر؟ الشركات البترولية أم جمعية السلام الأخضر؟ هذا ما سنراه من خلال هذه الفقرة، فتابعوها معي. The environmental group Greenpeace had cause for celebration on June the 20th as plans to dump a disused oil platform in the North Atlantic were abandoned. احتفلت جماعة السلام الأخضر البيئية في 20 من يونيو حزيران بانتصارها على الراغبين في إغراق منصة نفطية في شمال الأطلسي. فبعد أسابيع من الاحتجاجات أعلنت أكبر شركة نفطية في العالم وهي شيل أنها ستخرج المنصة وتفككها على اليابسة. لقد كانت حملة السلام الأخضر مهمة لأن منصة برينس بار لم تكن الأولى وحسب، فالعديد من المنصات تلفت ولا بد من إزالتها. لهذا حرصت المنظمة البيئية على افتضاح المسألة، وردت شيل بخراطيم المياه ضد المحتجين، ولكن بعض حكومات أوروبا انتقدت بريطانيا لسماحها بإغراق المنصة في المحيط. As the campaign gained momentum, so did public awareness that scores of other redundant offshore structures with toxic contaminants on board would probably end up on the seabed if Shell's initial plan went ahead. تصاعد زخم الحملة ووعي الجماهير بما قد يسببه إغراق المنصات البحرية من تلوث وتسمم. خلال شهرين كانت الشركة العملاقة قد لقنت درسا مهما في شؤون البيئة، ولم تكن هذه المعركة الوحيدة مع ملوثي البيئة في أوروبا، فقد كانت مدينة البندقية الإيطالية موقع معركة أخرى. هنا أيضا كان التوقيت مهما، إذ كان الوزراء الأوروبيون يعتزمون عقد اجتماع حول التلوث في المنطقة. هناك المواد الكيميائية التي تتراكم في مياه المدينة العائمة بشكل خطير. حقائق محرجة في الذكرى السنوية 20 لميثاق برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط، وحاولت السلطات التخفيف من حدة المواجهة. يقول رئيس لجنة التحقيق: التلوث في حوض البندقية ليس جديدا، إنه مشكلة قديمة، وهناك 4 أسباب رئيسية. الأول، وجود كيميائيات نتيجة الإنتاج الصناعي في بورتو مارغيرا. الثاني، وجود أسمدة كيميائية نتيجة الإنتاج الزراعي في المنطقة حيث تحمل الأنهار الملوثات إلى الحوض. السبب الثاني بشري، فالقمامة تلقى في القنوات إذ تفتقر البندقية إلى شبكة مجاري مناسبة. ثم هناك الغازات المنبعثة من السيارات. تلوم السلام الأخضر كلا من فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا بالعجز عن الاتفاق حول الامتناع عن إلقاء النفايات السامة في البحر بحلول عام 2005. Failing to act on an agreement to phase out toxic discharges into the sea by the year 2005. For now, it seems the main polluters. ويمكن معرفة المذنبين. فمجمع إنخام الكيميائي يضخ كما يقال 100 طن من المواد السامة سنوياً، مما يلوث الأسماك ويدخل في الإنتاج الغذائي. يقول ممثل السلام الأخضر: في القتال الكبير اكتشف معهد الصحة الوطني أن مستويات التلوث أعلى من بعض المؤسسات في النرويج أو شمال أوروبا مثلا، فبالنسبة لثاني أكسيد الكربون أظهرنا أن مستويات التلوث في مخلفات مصنع بورتو مارغيرا الكيميائي الموجود في حوض البندقية هو من أعلى المستويات في العالم. We showed that the levels of contamination of the bottom sediments outside the chemical plant of Porto Marghera, based on the Venice Lagoon,
is among the highest in the world. ولا ترغب أني خام في نشر مثل هذه المعلومات، قائلة أنها تفضل الاهتمام بسلامة العمال وتقليل الآثار الضارة على البيئة. ولكن الحقيقة شيء آخر. كما يقول حماة البيئة، فالحوض وحوض المتوسط عموما منطقة مغلقة وعرضة للتلوث بشكل خاص. وقد زعمت منظمة الطب الشعبي بأنه في العقد الأخير كان السرطان سبباً في وفاة 9 من كل 10 أشخاص يعملون في إنتاج البلاستيك أو الPVC. يقول ممثل السلام الأخضر، في أماكن قريبة من المصنع الكيميائي وجد أن كمية الكيميائيات العضوية في القاع الرملي تقارب 200 جرام من كل كيلوغرام، ولذا لا يمكن أن نصدق أنهم يتحكمون بالوضع. في 20 من يونيو حزيران شهد العالم انصياع المصالح التجارية للاعتبارات البيئية، وأثنت السلام الأخضر على شل لتراجعها عن قرار إغراق منصتها القديمة في بحر الشمال. In the Mediterranean, the battle for a safer environment is far from over. Here too, mighty commercial interests. أما معركة البحر الأبيض المتوسط فما زالت محتدمة وتعلو فيها المصلحة التجارية، ولكن تغير موقف شل سيشجع البيئيين في جنوب الكرة الأرضية على تحقيق إنجازات شبيهة بإنجازات الشماليين. أعزائي من البيئة، ننتقل الآن إلى إيرلندا لنشارك في الاحتفالات المقامة اليوم هناك، كما سنتعرف على رقصة إيرلندية رائعة تسمى برقصة النهر، وسيكون لنا حديث مع الراقصة أيضا. إنها فقرة مسلية أرجو أن تنال على أعجابكم. Classical Irish dancing at the World Championships. رقص إيرلندي كلاسيكي في بطولات العالم، إلى جانب إبداعات فردية مذهلة. واستمتع الحضور بعروض أكثر إثارة في القسم. Audiences were entertained with the more dramatic displays in the ensemble section. عقدت المسابقات في بلدة غالواي الجميلة على الساحل الغربي لإيرلندا، وكالعادة شارك الآلاف من أنحاء العالم محولين الحياة في هذه المدينة الوادعة إلى حياة صاخبة. وكانت مناسبة ثقافية وتجارية استفادت منها غالواي ماديا، بل كان للبطولة هذه السنة أهمية خاصة. فعام 95 شهد اهتماما خاصا، والسبب الرئيسي هو نجاح رقصة النهر، وهو عرض مسرحي بدأ كاحتفال بالرقص الإيرلندي في مسابقة الأغنية الأوروبية للعام الماضي، وطبقت شهرتها الآفاق. وفي غالواي يتدرب عشاق هذه الرقصة في كل مكان. But there was still room for the ancient art of door dancing. Nobody is sure whether the object is to spill the least or the most. ولكن ما زال هناك مكان لفن رقصة البوب القديمة، ولا أحد يعرف على وجه الدقة المقصود من الرقصة، ولكن المهم أنها ضرب من الإبداع. لقد عرف عن الإيرلنديين ولعهم بالرقص، فالكبار والصغار يشاركون، وتعقد البطولة السنوية منذ 26 عاما. People are taking part. It has done a wonderful lot of good. يقول رئيس لجنة الرقص البالغ من العمر 91 عاما، إن الرقص مفيد صحيا واجتماعيا ومناسبا لتعارف الشعوب على بعضها البعض. فنحن نستضيف أناسا من أستراليا، نيوزيلندا، كندا والولايات المتحدة، وطبعا من إنجلترا وويلز ومن جميع أنحاء إيرلندا. The triumph of river dance has had other repercussions too. وكان لانتصار رقصة النهر آثار أخرى أيضا، والمزيد من الرقص يعني مزيدا من التلحين الموسيقي، وقد ازداد الطلب على الآلات التقليدية وكل شيء مصنوع يدويا. يقول صانعها تام أن صنع الكمان يستغرق أسبوعين، ولكن يكلل الصبر ببهاء النتيجة. المهم النوع وليس الكم،
وإذا كان الهدف هو النوعية فإن ذلك يستغرق وقتاً أطول، وعليه يكون الدخل أقل، ولكنني لا أهتم بالدخل إذ أن النوعية تظل الفيصل. You know, that's the way I see it anyway, you know. But I would prefer to stick with the quality, you know, because ultimately quality survives. وينظر تام إلى عمله كإبداع فني، ولكن الكمان ليس أكثر من واحد من الآلات التي يتم إحياؤها. Enjoying a new lease of life during this Irish cultural revival. Michael Vignoles. فنان آخر من غالواي يصنع المزمار الإيرلندي التقليدي، وهو لا يعتمد على قوة الرئتين. وهنا أيضا يتطلب العمل مهارة فائقة. يحتاج العمل إلى غرام في العمل أكثر من اهتمام في الهندسة الموسيقية. يقول: لقد اختار الكثير من الشباب الإيرلندي العودة إلى الموسيقى الإيرلندية التقليدية، وأنا أقوم بصنع آلات لهم للشباب في سن 20 و21 أو 10 و9. ثم هناك الأوروبيون والإنجليز المهتمون بالقرب، هذا بالإضافة إلى السوق الأمريكية وهي كبيرة جدا. And I made a lot of sets for youngish type people, you know, 18, 19, 20, and even 9, 10 year olds I made sets for. And the other interest is in the European sets, a lot of English and European people that are very interested in pipes. And of course, the American market is there. So there's a very big market there. Galway dressmaker Mary Stafford has had a flood of customers. وهناك خياطة غالواي التي تدفق عليها الزبائن، وهي معروفة بتصاميمها، ولكنها ما زالت تفضل الطريقة التقليدية في حياكة الأشياء. تقول أنه يجب أن يرتدي الراقصون جميعاً الملابس ذاتها، مع أن بإمكانهم إذا أرادوا ارتداء ملابس فردية، وأنا أصنع لكل مجموعة ملابسها ولا أعطي تصاميم مجموعة لأخرى. أنا أحب الألوان الغنية الموشاة، وأقتبس الكثير من تصاميمي من المخطوطات الإيرلندية القديمة مثل كتاب كيلز وكتاب لندسفارن وغيرهما. وفي أعقاب نجاح رقصة النهر، أخذت قاعات المدارس في أنحاء إيرلندا تدوي بصوت الشباب الحارسين على إظهار مواهبهم. But it is the 90s. ولكن التسعينات شهدت بعض التعديلات. بالنسبة لهؤلاء الأطفال، هناك فرصة كبيرة للمستقبل. تقول جان بابكر نجمة رقصة النهر: أعتقد أن هذه الرقصة هي نوع من الاحتفال بالرقص الإيرلندي للجمهور، والذي لم يشاهد الرقص الإيرلندي من قبل، وهو ليس كالرقص التنافسي الذي له دوائره الخاصة، التي تتألف من المدرسين والمتنافسين وعائلاتهم وأصدقائهم. إن الرقصة النهرية هي استعراضية، إنها للجمهور، ولذا فهي خالية من القيود. Unlike competitive Irish dancing, which has its own circles, which consist of obviously the teachers and the competitors and their family and friends, Riverdance is, it's a show, it's for the public. So obviously the constraints that would be seen in competitive dancing to a foreigner are not seen on stage in Riverdance. رحلتنا مع ألوان حول العالم اليوم ستكون غريبة بعض الشيء، ولذلك تابعوها معي من البداية وحتى النهاية. تجار المخدرات الذين يصلون إلى إيرلندا يعانون من أوقات عصيبة بسبب كلب يدعى جيك. الكلب الذهبي ينجح دائما في كشف هؤلاء التجار وكشف البضاعة التي يحملونها بعد شمها. تم اكتشاف 80% من البضاعة التي تدخل البلاد بفضل هذا الكلب، و80% يبلغ سعرها 9 ملايين باوند، وهي تحتوي على الهيروين، الكوكايين والحشيش. إذن ماذا كانت ردة فعل التجار؟ عدم الاقتراب من البلاد أم عبور نقطة أخرى لا يتواجد فيها هذا الكلب؟ لا هذه ولا تلك، بل قاموا بسرقة الكلب.
السارقون قفزوا من فوق السور وسرقوا الكلب تاركين وراءهم الطوق فقط. بما أن الكلب بطل في صيد تجار المخدرات فإن أنفه سيفتقد كثيرا. وقد أرسل البوليس الإيرلندي فريقا كاملا للبحث عن الكلب. رأينا في الفقرة السابقة كيف سرق اللصوص أو تجار المخدرات الكلب، ولكن ما الذي سيحصل الآن؟ وهل سيتمكن البوليس الإيرلندي من استعادة الكلب؟ هذا ما سنراه من خلال هذه الفقرة، فتابعوها معي. في الفقرة السابقة تحدثنا عن سرقة الكلب، لكن هل استطاع البوليس إيجاده أم لا؟ نعم، لقد وجده البوليس بعد 4 أيام من اختفائه، والمباحث تقول أن الكلب سيعود إلى عمله بعد مدة قصيرة جدا. ويقولون أن الكلب أيضا في صحة جيدة، ولكنه يحتاج إلى بعض الوقت. الكلب وجد في بيت قديم ومحطم بالقرب من منزله في واكسفورد، وبهذا تكون قد انتهت قصة الكلب الإيرلندي جيك. البيانو الملكي موزارت عزف عليه عندما كان صغيرا، والمؤلف باخ أعطى بعض الدروس على هذا البيانو لزوجة جورج الثالث الملكة شارلوت. البيانو الملكي صنع عام 1740 لوالد جورج الثالث. يقول مارتن فوتي: إنه رائع من الخارج، ولكن من الداخل قصة أخرى، لأن خشب الداخل محطم قليلا، وهو ليس من النوع الجيد، إنه فقط للعرض. انشغال الناس اليوم بحالة البيانو يعني بأنه لم يتم الاعتناء به بشكل جيد، والعزف عليه اليوم ليس قويا، ولكنه ما يزال مميز وحتى رائع. الملك جورج الثالث كان يعشق الموسيقى، ولقد صنع هذا البيانو في بيته في كيو جاردنز. أدوارد هون يقول أن الموسيقى كتبت، بل أعتقد أن الموسيقى التي نعزفها اليوم تم تأليفها على البيانو هذا، ولذلك إن كنت تريد الحصول على موسيقى رائعة يجب أن تلجأ إلى الآلات القديمة التي ألفت عليها الموسيقى قديما. لكن هذا البيانو لن يباع إلا بأمر من القصر نفسه، واليوم مؤسسة القصور الملكية تريد من الموسيقى أن تبقى وجها بهيجا من الأوجه البهيجة في قصر كيو جاردنز. ثلاثة من العاملين على متن سفينة سياحية قديمة لقوا مصرعهم عندما تحطمت هذه السفينة على الشواطئ الإنجليزية. 11 شخصا تم إنقاذهم بعد أن ارتطمت السفينة التي يبلغ عمرها 130 عاما وتدعى ماريا، وارتطمت بالصخور خلال رحلتها من سوانزي إلى باتستو. طاهي السفينة وضابطة المحاسبة أن تايلور البالغة من العمر 50 عاما ومساعدة القبطان إيميلي ماتوا على متن السفينة. أما المهندس جون شانون فقد مات عندما كان يحاول إصلاح المحرك عندما ارتطمت السفينة بالصخور. وكانت الماريا قد أوصلت فريقا من الشبان يبلغ عددهم 24 فردا في سوانزي قبل أن يتوقف المحرك. طاقم السفينة رموا بأنفسهم في البحر، البعض تمكن من الوصول إلى الشاطئ والبعض الآخر التقطهم البحارة. معرض كبير للديناصورات تم افتتاحه مؤخرا في المتحف الأمريكي في مدينة نيويورك بعد 3 سنوات من الإقفال بسبب الإصلاحات والتجديد التي بلغت كلفته 12 مليون دولار. المعرض يحتوي على العديد من هياكل الديناصورات. 100 ديناصور معروض هناك، وهناك 20 نوع لم يراها إنسان من قبل. اليوم العلماء يعتقدون أن التيرانوسورس ريكس لم يكن يمشي معتدلا وذنبه على الأرض، وإنما كان يمشي ورأسه للأمام وذنبه إلى فوق. وفي المعرض البرونتوسورس القديم يبدو أيضا غريبا، واليوم هو يحمل اسم أباتوسورس، ولديه ذنب أطول ب6.5 أمتار، وأضيفت إليها 4 فقرات ورأس مختلف. المعرض أيضا يحتوي على إحصائيات ومعلومات جديدة حول الديناصورات.
السرعة القياسية المسجلة لقطار الركاب الإنجليزي تحطمت مرتين خلال ساعة قليلة مؤخراً. القطار الإلكتروني سجل مؤخراً رقماً قياسياً في السرعة، فقد بلغت سرعته 153 ميلاً في الساعة، أي 250 كيلومتراً في الساعة، وحطم بذلك رقماً قياسياً صمد لعدة قرون. وفي نفس الرحلة وصلت سرعته إلى 154 ميلاً في الساعة، ولكن بالمقارنة مع القطارات الأخرى هذا الرقم القياسي لا يعتبر مدهشاً أبداً، إذ أن القطار الياباني يسير بسرعة 323 كيلومتراً في الساعة، وأيضاً القطار الفرنسي تران غراند فيتاس يسير بسرعة 512 كيلومتراً في الساعة. الحكومة الإنجليزية تحاول اليوم تطوير سكة الحديد، وتحاول استقطاب أنظار المستثمرين من خلال هذا الرقم القياسي الجديد. والسكة التي سجل عليها الرقم أو السرعة القياسية هي من السكك الأوائل التي ستباع سريعاً. العديد منكم أعزائي المشاهدين شاهد فيلم جوز، لكن كنا نعتقد أن الذي يحصل في هذا الفيلم لا يحصل في الحياة العادية، لكن هذا التقرير يظهر العكس. ففي هونغ كونغ اليوم بالرغم من تحذيرات حراس الشواطئ واليافطات التي تحذر من خطر السباحة، السواح يأتون إلى شاطئ هونغ كونغ للتمتع بالشمس، مع أن شخصين تعرضا لهجوم مفاجئ قامت به أسماك القرش. الناس صمموا على المشاركة في مهرجان التنين بالرغم من الحرارة الشديدة أيضا. رجل يبلغ من العمر 29 عاما ويدعى لو كان يسبح مع أصدقائه عندما هجم عليه سمك القرش وسحبه إلى الأسفل وأكل رجله اليمنى وسحق رجله اليسرى، وأخذ إلى المستشفى لكنه فارق الحياة بعد وصوله بدقائق. وأيضا قصة أخرى بطلها تسو كام سون، والذي يمثل عادة هونغ كونغ في بطولات السباحة، وجد مقتولا في بذة الغطس وكان قد فقد أيضا رجله اليمنى. والآن التحذيرات ما زالت مستمرة وتم تجديد المراقبة على الشواطئ، وكأن سلسلة أفلام جاز لن تنتهي أبدا بل وأصبحت حقيقية. عالمو الآثار الصينيون اكتشفوا مؤخرا المئات من بيض الديناصورات في قرية هوبي، وهذه المجموعة أكبر من تلك التي وجدت في قرية هينان، ويعتقد أن هذا البيض يرجع تاريخه ما بين 65 و 200 مليون عام، وهو أعظم بيض تم اكتشافه حتى الآن. والعديد منها حافظ على شكله الدائري طوال تلك السنين، وقد وجد البيض في منطقة تبلغ مساحتها 50,000 سكوير ياردز حول جبل كوينغلانغ، وهناك 1300 بيضة وجدت تحت سطح الأرض مباشرة. أصدقائي، بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية البرنامج. انتظرونا في نفس الموعد من الأسبوع المقبل، وحتى يحين ذلك الوقت لكم مني أجمل التحيات وإلى اللقاء.